أنا هبة زقوت، متزوجة وعندي أولاد، وأنا فنانة تشكيلية ومعلمة فنون في غزة. الرسم بخليني أتخلص من كل المشاعر السلبية والقلق والرعب اللي ممكن أشعر فيه. بدأت أرسم بعد ما تخرجت من الجامعة ب2008، وأعمالي الفنية هي رسالة بحاول فيها أعبر للعالم عن القضية والهوية الفلسطينية والوطن. دائماً عندي أمل بالحياة، واللي بتمناه إنه أعمل معرض أعرض فيه جميع لوحاتي. صح الحرب أبشع لحظات ممكن أي شخص يعيشها، بس دائماً بستنى لحظة النصر، لحظة أزور فيها مسجد الأقصى. ما بنكر إنه عشت أيام ما بتمناها لحدا خلال هاي الحرب، بس ما فكرت ولا لثانية إنه أترك بيتي، لكن الاحتلال ما ترك حدا بحاله.